اكيد. طيب نطلع للصوره اللي بعدها او الاشياء اللي هي من ضمن الاشياء اللي لفتت النظر صراحه في مواقع التواصل الاجتماعي، القرميد او احجار القرميد او الحجر الاحمر. هو معروف ان احنا نستخدمه كثير في البناء، المباني، في البيوت، في العماير، في غيره، لكن في امكانيه انه ممكن نستخدمه في اشياء ثانيه. وزي ما احنا ممكن بنشوف في الصور انه اللي بنشوفه هنا نقدر نستخدمه في اشكال كثير، سواء كانت في ممرات الحدائق ولا حمالات الشموع، النوافير، الدفايات، زي ما احنا بنشوف برضو في الصور هنا. واو، في استخدامات كثير للقرميد، يعني مو بس انه نستخدمه في المباني والعماير حقتنا. يعني اكيد نقدر نستخدمه في الديكور، كل شيء موجود في الديكور نقدر نستخدمه في كل مكان، بيكون متعدد الاستخدامات، ولكن نحتاج الى الابداع والتفكير الابداعي عشان، واللمسه الفنيه. الله عليك يا هيفا، هذه اي بالضبط، هذه اللمسه الفنيه هذه اللمسه الفنيه اللي نحتاجها عشان الانسان يعني يبدع كثير في حياته، مو بس في البناء او في الديكور، في كل شيء في حياتنا اتوقع يحتاج للمسات فنيه. خلينا نروح طبعا من الطوب الى يعني شيء قريب منه، وهو العصر الحجري تحديدا. واذكر لكم في العصر الحجري اذا تكلمنا عنه، اول شيء راح اتكلم عن فلينستون. مين فيكم ما تابع فلينستون ونحن صغار؟ يعني كنا نستناه، ما احكي لك، وكنا نموت على انه كيف عايشين في العصر الحجري، كل الادوات اللي موجوده عندهم. لا انا كان يفقع قلبي في حاجه واحده، لما يركبون السياره يشيلونها ويركضون يعني ايش الهدف؟ لان كل شيء فعلا كان موجود عندهم من الحجر. وفي فلوريدا بامريكا في منزل اسمه منزل فلينستون، هذا اللي قاعدين نشوفه، مستوحى طبعا من افلام الكرتون اللي كانت تعتبر في العصر الحجري. تم بناء هذا المنزل عام 1976 ميلادي، والناس كانوا طبعا يزورونه عشان يعيشوا التجربه. والان هذا المنزل معروض للبيع بمبلغ 2.8 مليون دولار، واكيد اللي حيشتريه لازم، واتوقع انه راح يكون مغرم بعائلة فلينستون وفلينستون بشكل عام والعصر الحجري، لأنه ما أتوقع أنه ممكن أحد يدفع هذا المبلغ الكبير، يعني 3 مليون دولار إلا 200، عرفت، في بيت مثل هذا، إلا إذا كان يحب العصر الحجري. والله عاد الله يوفق اللي عنده الفلوس يروح يشتري، يعني فاهمه. راح نستنى ونشوف على السيزون الجاي مين ممكن يشتري هذا البيت. طيب نطلع للي بعده، وفيديو انتشر في السوشيال ميديا، ويعني انا اشوفه شيء من المخاطره والجنون، ولكن هذا من الفن برضو، انه الشاب عبد الله عمر بدراجته يقفز بها ويدور في الهواء بكل سهوله زي ما احنا نشوف، ومرونه، متحديا الجاذبيه لعده ثواني. يعني هنا في قوه تحكم ما شاء الله تبارك الله، مع انه ما في اماكن مخصصه انه الواحد يقدر يمارس الهوايه هذه او ممارسه الرياضه اللي يسمونها البي ام اكس، الا ان عمر واصحابه كانوا دائما يدورون على اماكن مناسبه يمارسون فيها هوايتهم عشان ينفلتون كذا ويقاومون الجاذبيه. عمر موجود عندنا؟ ما ادري والله، ما شيكت. لا بس لو موجود فعلا يعني في السعودية وتحديدا في مدينة جدة، هذا المفروض يكون متواجد معنا في ساعة شباب، لأنها فعلا موهبة جداً تستحق الإبداع. مو أي أحد يقدر يسوي اللي قاعد يسويه بالدراجة، يعني أتوقع شيء جدا مجنون، وأيضا هواية جديدة ورياضة جديدة ممكن يكون عليها إقبال كبير من الشباب في الفترة الجاية. بالتوفيق لك عمر ولكل الشباب اللي حابين يدخلوا هذا المجال. عبد الله عمر. عمر حلو. طيب من الرياضات لإبداع الخالق سبحانه، راح نشوف مع بعض سبحان الله لبيضة تم حقنها بحبر أزرق. راح نشوف إيش راح يصير في هذه البيضة لما يتم حقنها بحبر لونه أزرق تحديدا. وفي تجربة على هذه البيضة حقنوا مادة حبرية في صفار البيض لمشاهدة نبض الجنين، فظهر هذا المشهد الأكثر من رائع زي ما احنا شايفين معاكم، كيف الحبر يتشعب كذا كأنه أغصان شجر، وهذا كله من نبض الجنين الموجود في صفار البيض. واو فعلا سبحان الله، يعني كنها العين أغصان، وزي أغصان العين شجر، شايفينها كذا العين تسوي
الحين ما فيها كذا الا لا فيها عروق. ما فيها الا انا دائما اشوف وجهي في المرايه. اي قصدك بياض العين؟ ايوه العروق مو البوبو العين. العروق اللي في العين. ايوه العروق اللي في العين. طب كان اسهل انك تقول اغصان شجره يعني. صح بس يعني هذا الشيء الوحيد اللي جاء في بالي يعني ايش اسوي؟ تجي في بالك اشياء غريبه. مو قبل شوي انا قلت يوم اثنين وطلع اليوم ثلاث يعني فمشي مو مشكله. اوكي طيب نطلع للي بعده. انت لو رحتي سوق يوم من الايام وكنت في الدور نقول الخامس وقدامك يا درج يا اسانسير يا زحليقه، اية واحدة تختارين؟ هو على حسب. على حسب يعني ممكن لو ما كان في احد في السوق غيري راح اجرب الزحليقه. بس لو في احد بالسوق اكيد يعني راح اخذ الدرج او المصعد اكيد. الله يعينك والله. هذا فيه سوق في الصين او احد اشهر المولات في الصين، فكرتهم انهم سووا طوابق زي ما احنا نشوف وحطوا زحليقه، الزحليقه هذه الفكره منها الوصول للطابق الاخير بسهوله مع الاستمتاع بالزحلقه والعوده للطفوله شويه. وطبعا انا اشوف انها فكره جميله صراحه، اول شيء الواحد يغير جو ويغير مود وبسرعه يوصل. لا لا في الصين ترى حجربها، ممكن انزل بالزحليقه لانها ليش؟ بالصين ما حد يعرفني ما حد يعرفني ولا اعرف احد وممكن اعيش كل طفولتي يعني واعيد هذه الايام الجميله واتذكرها. انا عن نفسي الاكياس صح؟ يقول لك عبد الرحيم في مشكله كبيره. ايش؟ اذا كنت معاك اكياس وتبي تنزل من الدور الخامس احلى شيء ضمي الاكياس وزحلقي. تخيل تطير وانت جوا في الاخير حتنزل يعني لا ما حتروح لا لا تتبعثر الاكياس لا 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 اكياس غالية يعني بالعكس والله فما اقدر مستحيل اني اغامر هذه المغامرة. لو سووا واحده من الافكار هذه في واحد من المولات عندنا هنا في جده يمكن انا بيروح مني ساعه بس اني ازحلق وارجع اطلع مره ثانيه ازحلق وارجع اطلع مره ثانيه لانه صراحه انا احب الاشياء هذه اللي فيها كسره روتين يعني. ايوه انت اوزانكم يعني ما تخافوا على شيء ما شاء الله ريشه تنزل من الدار الخامس. يلا مو مشكله اصلا انا يقول لك في واحد قاعد يطقطق علي يقول انا لو طحت من فوق عماره ما حطيح كذا حطيح كذا. صادق والله صادق حطيح كذا. اي زي الريشه شفت الريشه كيف تطير؟ طيب الحمد لله فضل من الله بعضهم قاعد اي ما شاء الله غيرنا قاعد يحاول يخس يعني. المهم نطلع الفاصل القصير وإن شاء الله راجع لكم بعد الفاصل.